اهلا بحضراتكم مره تانية. برحب بضيفي النهارده في المحترف الناقد والصحفي المتميز محمد البرمي عشان نتكلم معاه في ملفاتنا النهارده وقضايا النهارده في المحترف. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، برحب بحضرتك وسعيد ان انا موجود مع حضرتك في قناه النادي الاهلي. دايما وانت موجود معانا. انا اسعد اكيد يعني، وليا الشرف ان انا موجود مع حضرتك وفي قناه الاهلي. برحب كل الساده المشاهدين. منورنا وانت اهلاوي يا نار انا عارف. محمد خلينا نبدا بالاحداث الاخيره على المستوى المحلي والمؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لكره القدم وقرارات تخص الكره المصريه بشكل كبير جدا. هناخد منها وناقش معاك اقاله الكابتن ايهاب جلال بعد يمكن دي اسرع اقاله على مستوى منتخب مصر. هل الكابتن ايهاب جلال اتظلم؟ هل الكابتن ايهاب كان ممكن ياخد فرصة أكبر؟ هل كانت الأجواء تساعده لتقديم كرة أفضل؟ هل شايف الملف ده إزاي؟ ملف المدرب المصري وخاصة يعني الكابتن إيهاب جلال. يعني قبل ما نتكلم على المدرب المصري، أنا حابة أتكلم أكتر على المنظومة اللي بتختار المدرب في مصر، لأن ده الأساس اللي هيشتغل عليه المدرب. أنت لو اخترت الكابتن إيهاب جلال بناء على قناعة حقيقية وقعدت مع بعض وشفت أفكاره، ما ينفعش تقوله بعد اسبوعين. بس انت المعناه ان انت ما كنتش حتى دارس القرار اللي انت اخدته النهارده، وده بيرجعنا كمان ان حتى القرارات اللي صدرت النهارده هي قرارات غير مدروسه او قرارات فيها مشاكل برضه. لان انت في المره الاولى لما اخترت ايهاب جلال ما كانش اختياره بناء على كوره او بناء على انه عنده مشروع يقدر يقدمه، انت اخترته لان انت جبت المحاسب فما لقيتش فيه دولارات فجبت مدرب مصري. النهارده انت هتجيب جهازين كاملين للمنتخب الاول والاولمبي اجانب، وهتجيب حد لتطوير التحكيم اجنبي، وهتجيب مدير فني للاتحاد اجنبي. فهل انت صحيت الصبح لقيته تحت الاتحاد كنز مثلا؟ فهي هنا معناه ان انت ما زلت برضه بتتكلم كلام غير واقعي. يعني خلينا برضه نتكلم بشكل مباشر، يعني القرارات اللي طلعت معظمها كانت مطالب الناس. يعني على مستوى التحكيم مثلا كان في مطالبه ان يجي تحكيم على مستوى اجنبي يبقى عنده قاعده ونبدا نطور التحكيم. على مستوى مدرب المنتخب المصري للفريق يعني منتخب مصر كان كل الطلبات بتقول حتى دلوقتي في الوقت دوت لا يصلح الا مدير فني اجنبي حتى على مستوى اتحاد الكره. انت شايف الخطا فين؟ يعني انت شايف، خلينا نتكلم الخطا فين؟ هل ممكن عندنا الوقت ان احنا نصلح؟ عندنا نماذج كتير على مستوى العالم بدات يمكن بتخطيط علمي سليم. السؤال الاهم، هل دلوقتي القرارات بناء على الضغط من السوشيال ميديا، هل السوشيال ميديا هي اللي بتدير المنظومه؟ ما اتكلمش على الكره بس، على مستويات كتير. وحلها ايه برضه يا محمد؟ لان الامور بقت صعبه جدا. يعني مظبوط، يعني ده اللي انا اقصده بالظبط. انا مش قصدي ان قرارات سيئه، قرارات احنا الجميع تقريبا كان بيطالب بيها، لكن قصدي ان انت خرجت آلية بقى التنفيذ آلية التنفيذ وبعد اسبوعين تحديدا من 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 رفضك ليها. فهي هنا المشكله. طيب احنا حاطين القرارات ازاي هنقدر ننفذها؟ ازاي نقدر نشتغل عليها؟ لان المنتخب الاول هو اخر وجهه للكره في مصر بشكل عام. احنا بنتكلم ان احنا عندنا مشاكل تانية ابتداء من المدربين. احنا حتى لما جينا نختار مدير فني مصري، مع كل الاحترام للاسماء اللي موجوده على الساحه، الاختيارات كانت قليله جدا. بنتكلم في مدرب او اثنين، والمدرب اللي تم اختياره اسبوعين اثنين ومشي. فبالتالي احنا عايزين نطور الكره المصريه بشكل عام، مش عايزين نعالج مشاكل المنتخب الاول ونقف هنا. بالتالي المدير الفني الجاي ده ما هي صلاحياته؟ هيشتغل على ايه؟ هل ايه هي المعايير اللي ممكن يختار بيها مدربين قطاعات الناشئين؟ لان اوقات بيكون اختيار مدربين الناشئين في الانديه وفي منتخب مصر تكريميه، يعني اللاعب الفلان معتزل فنمسكه المنتخب او فريق الشباب نمسكه المنتخب الاول. لكن لا، بالعكس، المنتخبات السنيه الصغيره او الفرق السنيه الصغيره بتحتاج حد عنده خبرات اكتر علشان يكون قادر يتعامل مع اللاعبين. حضرتك يعني تعاملت اكيد مع منتخبات سنيه صغيره وكنت مدرب منتخب الاولمبي، اكيد شفت مدى التعقيد في التعامل مع المدربين الصغيرين. العلم هو طبعا مع احترامنا كل طبعا المدربين او اللاعبين المعتزلين اكيد عندهم خبرات، ولكن خبرات تدريب قطاعات الناشئين وقطاعات الشباب دي ليها دراسات معينه وليها خبره معينه. ويمكن انا شرحت القصه بالنسبه لللايسنس والرخص بتتعمل ازاي، وبالتالي انت بتتكلم على الاصلاح من الاساس البداية. من البدايه وده احنا بنتكلم عليه بقى لنا سنين. يعني من البدايه للاسف احنا طول الوقت بنتكلم سنين. في ناس عندها افكار كتير للتطوير ده لكن لا يتم تنفيذها. الحقيقه ما بنبقاش عارفين فين بالظبط
الاسباب ليه ده ما بيتنفسش. هي دي المشكله طول الوقت. هل معنى كده احنا ما عندناش افكار، ما عندناش ناس بتفكر؟ لا، عندنا، ما عندناش علم، عندنا كل حاجه، لكن مين صاحب القرار، مين اللي بينفذ؟ هي هنا دايما طول الوقت المشكله. احنا بنتكلم ان احنا بقالنا 10 سنين تقريبا من اخر جيل نجح ان هو يحقق بطولات مع منتخب مصر. اخر 10 سنين 12 سنه احنا على المنتخبات السنيه الصغيره، والمنتخب الاول ما حققناش اي نجاح. طيب احنا عندنا مشاكل دلوقتي في الدوري المصري، عندنا مشاكل في التحكيم، عندنا مشاكل في الملاعب، عندنا مشاكل في حاجات كتير جدا. ايه هي الخطه لاصلاحها؟ النهارده مثلا من النقاط اللي اشار ليها الكابتن حازم في المؤتمر الاكاديميات. طيب الاكاديميات انت علشان كمان لازم تحط قاعده انك علشان مدرب يشتغل في اكاديميه لازم يكون معاه رخصه، ولازم تحدد ايه هي نوعيه الرخصه دي. مدرب عشان يدرب فريق درجه ثانيه او درجه ثالثه لازم تكون معاه رخصه، بس اضافه انك بتحط قاعده هو لازم يلتزم بيها، انت كمان لازم توفر له الـ 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 ان هو ياخد التراخيص دي من عندك، ياخد التدريب ده من عندك. عندنا خبراء كتير جدا في العالم موجودين يقدروا يعملوا ده. يعني انا عمري ما شفت مثلا اتحاد الكره في مناسبه من المناسبات ارسن فينجر هو راجل بيضع طول الوقت افكار دلوقتي تطوير الكره مع الفيفا وكده. ليه انا مثلا ما اجيبش ارسن فينجر اسبوع واحد في الاتحاد المصري واقول يا مدربين مصر يا اي مدرب موجود في مصر حابب يجي يقعد مع الراجل ده ويسمع منه وياخد محاضرات يجي يتعلم منه؟ دي حاجات زي دي، كل دي مساعدات. من الافكار اللي طرحتها يمكن بالنسبه لتطوير المدربين انك تفتح المجال، اولا ان يكون عندك، وهاخد يعني انا عشت في المانيا 14 سنه و13 سنه وشفت الملف الالماني اللي بدا في 2007 وازاي طوروا مدربينهم على مستوى التدريب على مستوى المدربين. ودي ده الاساس بتاعنا، وطبعا تبعيتها وجود مدربين دلوقتي متوسط اعمارهم 37 سنه كلهم ماسكين فرق كبيره وماسكين منتخبات. الفكره انك حتى على مستوى الاتحاد الالماني بدا يفتح مراكز لتطوير المدربين، بمعنى انك عندك خمس ست مراكز موجوده في المانيا لتطوير المدربين تحت رعايه الاتحاد الالماني. طيب المراكز دي بتعمل ايه؟ المراكز ديت بتعمل لو في لعيب معين اعتزل التدريب وعنده ميول تدريبيه بيخش هذا المركز بيتعلم ويبدا بياخد اللايسنس بتاعته. بدايه على فكره اللي لعب اكتر من 100 مباراه في البوندسليغا بياخد السي مباشره، يعني انا ما دخلتش السي لاني لعبت اكتر من 100 مباراه فخدت دخلت على البي على طول. فالمراكز ديت بتطور عدد كبير جدا جدا من المدربين، سواء وده مهم جدا سواء انك بتتكلم على لعيب اعتزل او كمان كمهنه، يعني هو فتح كمان المجال. انت محمد مش لعيب كوره لكن بتحب التدريب، عندك قابليه انك تكون مدرب، ففاتح مراكز للتدريب ان محمد وحسن وهاني وفلان يخشوا يدرسوا ويبقى فيه اختبارات والله نجحت وعندك مؤهلات تكون مدرب بتخش على الجزء بتاع اللايسنس ده مدرب واعد حتى ما يكونش لعيب كوره. يعني مورينيو كان من المدربين العظماء وما لعبش كوره. بنيتز كمان. فانك تفتح المجال ويكون عندك قاعده واسعه من المدربين، بس هي محتاجه شغل كتير، يعني محتاجه شغل كتير بس مش مستحيل يا كابتن. يعني مش مستحيل يعني طبعا يعني اتطبقت على ارض الواقع يعني. بالظبط، وكذلك في التحكيم بالمناسبه، التحكيم برضه هم في اوروبا كلها بيعملوا ده في التحكيم. مش لازم تكون لعيب كوره، بس انت ممكن تدخل وتتدرب ويكون في اشبه بمدرسه للتحكيم وبتتعلم تحكيم كويس وتاخد رخصه. فالعلم طب احنا ليه ما عندناش ده؟ دايما بيبقى ده السؤال، هل احنا بنستنى ما يكون عندنا اخفاق؟ انا مش عايز اخرج حضرتك. لا صح، انت بتتكلم صح، لان دي قضيه مهمه ودايما بنقول، وانت كمان بتشاركني في، يعني هاخد كمان رايك كراجل صحفي وناقد رياضي، ان كمان المشروع احنا خلاص كابتن حازم قال في مشروع، طيب البيزك اللي هنبني عليه ايه؟ بالزبط. الخطوط العريضه اللي هنبني عليه ايه؟ ده كمان مهم جدا. مظبوط. يعني انا من كام كنت كتبت على فكره ليه مراكز اللي هي فكره المحافظات، يعني دور الموهوبين في المحافظات، يعني كل محافظه وزاره الشباب والرياضه تتبنى انها تشوف المواهب في كل محافظه وتعمل منهم دوري للمواهب، محافظه كذا، محافظه القاهره، محافظه اسكندريه، محافظه الجيزه، وتعمل دوري الموهوبين في المحافظات وتبدا تبص عليهم وهي اللي ترعى اللعيبه دي. ولما يجي نادي زي النادي الاهلي يشوف واحد لاعب في دوري الموهوبين ده بيلعب في محافظه الاسكندريه مثلا، هو لاعب جيد جدا ولاعب متميز، الاهلي يشتريه، يكون التعاقد مع وزاره الشباب وتاخد الفلوس دي وتصرف على لاعبين اخرين. فاحنا عندنا افكار كتير ان انت تجهز قاعده كبيره جدا، لان احنا احنا عايزين نصلح من دلوقتي، لكن احنا عايزين نحط اساس
بيرجع الكره المصريه لافضل مستوى. صحيح. الحاجه الثانيه اللاعبين نفسهم بيتخضوا لما بيحضروا قدام جمهور. اللاعبين في مصر كلهم لما بيلعبوا قدام جمهور بيتخضوا. للاسف طبعا. فبالتالي يعني مشاكل كبيره في جمهور. احنا بنتكلم في 2000 متفرج و5000 متفرج. ايه 5000 متفرج؟ في دورات رمضانيه اكتر من كده، فلازم الدنيا تتوسع شويه، خاصه ان احنا عندنا تجارب متميزه جدا مع منتخب مصر في ماتشات كتير جدا للمنتخب، فلازم ده يرجع، لان ده كمان بيساعد على التطوير. فاتمنى ان يكون الخطا او الدرس اللي حصل مع كابتن إيهاب جلال او الاختيار ده يكون نقدر نستفيد منه نطور بيه. هو طبعا لازم. انا متعاطف معاه جدا. طبعا انا متعاطف معاه جدا، هو مدرب جيد وعنده افكار، لكن انا كان وجهه نظري يعني لا يصلح للمنتخب، لكن الشكل اللي مشي بيه الكابتن إيهاب جلال والطريقه ما كانتش افضل طبعاً حاجه. كان لكن كان في بعض مشاكل كبيره جدا جدا، لكن على مستوى التطوير، على مستوى الكابتن حازم امام النهارده طلع واتكلم، نتمنى يكون هذا التطوير باسرع وقت ممكن وتحط خارطه لطريق الكره المصريه. في افكار كتيره جدا جدا بتطرح يجب التنفيذ، ولكن زي ما بقول لحضراتكم تاني، هذا المشروع ليس مشروع اتحاد كوره، هو مشروع دوله. من خلال رؤيتي ده مشروع دوله، لان في كمان انت لو بتتكلم على مشروع في بادجت، طالما في مشروع يبقى في بادجت. هذا المشروع بيتكلف فلوس كتيره جدا، عندنا فلوس موجوده، عندنا رعاه بيحبوا كره القدم موجودين، عندنا كمان مؤسسات كبيرة في الدولة بترعى كرة القدم. إن شاء الله كل التوفيق للكرة المصرية في القادم. عندنا فاصل سريع ونرجع بقى نحول على الكرة العالمية ودوري الأمم الأوروبية. اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم على المشروع، ودايما كلمه المشروع كلمه ما بين قوسين يعني بنرددها هنا في يعني الشارع الرياضي بقالنا سنين طويله. النهارده الكابتن حازم امام بيعد الشارع المصري انه يكون في تطوير للكره المصريه، وعشان نعرف برضو نطور الكره المصريه لازم نبص حوالينا شويه، نشوف الناس اللي اشتغلت على نفس المشروع اشتغلت ازاي. عندنا نماذج كتيره جدا جدا وكلها نماذج ناجحه، يعني بتكلم على التجربه الالمانيه مثلا وفوزها بكاس العالم وحصولها على يعني بطولات كتيره جدا جدا وتفريق عدد كبير جدا من المدربين ومن اللاعبين. نتكلم على التجربه الاسبانيه وفوز اسبانيا بكاس العالم وبطوله امم اوروبا وتفريق عدد رائع من اللاعبين. كمان النهارده عبر سكايب معانا التجربة البلجيكية من خلال طبعا لويس أوليفيرا، طبعا النجم الكبير للكرة البلجيكية، وطبعا نجم فرونتينا ونجم أندرلخت البلجيكي بنرحب بيه على شاشتنا هنا، شاشة قناة النادي الأهلي. لويس مساء الخير عليك. مساء الخير. مساء الخير على جماهير قناة النادي الأهلي. أعلم أن جماهير الأهلي حزينة لخسارة اللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أفريقيا، لكن أتمنى حظ سعيد في الديربي يوم الأحد القادم، سيكون أيضا جمهور الأهلي سعيد بالفوز بهذه المباراة. أكيد هيكون لنا معاك حوار وأسئلة عن النادي الأهلي والكرة المصرية، لكن لويس كنا بنتكلم على المشروع البلجيكي في كرة القدم. يمكن سنة 2000 بس كان يعني كان في 4 لعيبة بس بيلعبوا في الدوريات الكبرى، 4 محترفين. دلوقتي بنتكلم في أكتر من 25 لعيب في الدوريات الكبرى، على رأسهم طبعا دي بروين وعلى رأسهم لوكاكو. فعايزين نعرف وجهة نظرك في المشروع البلجيكي خلال العشر سنين اللي فاتوا، إزاي الاتحاد البلجيكي اشتغل على هذا الملف ووصل دلوقتي إن بلجيكا كانت متصدرة التصنيف العالمي لسنوات طويلة. عايز أعرف رأيك في هذا المشروع. أعتقد أن كل ما حدث بالنسبة لتطوير المنتخب البلجيكي هو وضع النظام السيستم الذي دائما يجب أن نتحدث عنه. لقد قام الاتحاد البلجيكي بالاجتماع معنا ومع كل لاعبي المنتخب البلجيكي القدامى. عندما كنا نعاني من قبل 2010 قمنا بوضع سيستم، كنا في الاتحاد وتحدثنا عن يجب أن يكون هناك تنظيم من أجل مشروع
من أجل التأهل لكأس العالم بل والفوز بكأس العالم. وقد رأيت النسخة العظيمة لبلجيكا في اليورو، إن كان يورو 2008 أو 2010 أو 12 وكأس العالم أيضا، هو السيستم. صحيح، بنتكلم دلوقتي على الكرة البلجيكية وانت اتكلمت على مشروع، ولكن هل سيبقى المنتخب البلجيكي هو بس يعني بيقف عند كلمة الحصان الأسود للبطولات الكبرى زي كأس العالم وأمم أوروبا، وهل المنتخب البلجيكي قادر خلاص على الحصول على كأس العالم القادمة؟ أنا أحييك على هذا السؤال. المشروع مشروع كبير، والمشروع يجب أن نخطو خطوة تلو الأخرى. بلجيكا كانت بعيدة كل البعد عن المنافسة، الآن نحن ننافس وننافس على مركز. عندما نفوز بالميدالية البرونزية ثم الفضية ثم سوف نصبح أبطال العالم في يوم ما، لكن يجب أن نتحدث عن إيجابيات المشروع. كما ذكرت في 2010 كنا نعاني، الآن أصبحنا ننافس ومنافس بقوة أيضا. من طبعا المشروع كان كبير جدا وكان في مناطق عديدة، ويمكن التركيز على الأندية بشكل كبير، يعني الأندية في تطوير اللاعبين وكيف تقوم الأندية بتطوير اللاعب الدولي بشكل كويس، وده شفناه من خلال المشروع من خلال السنوات ان عناصر كتيرة جدا ظهروا بمستوى رائع. طبعا زي ما بقول على رأسهم دي بروين الخارج من المدرسة البلجيكية، كمان بنتكلم على كورتوا احسن حارس مرمى في العالم او من افضل حراس المرمى كمان خريج هذا المشروع، بنتكلم على لوكاكو. شايف ان المشروع ما زال مستمر، وهل المنتخب البلجيكي مستمر في هذا المشروع، ولا هذا الجيل هو نهاية المشروع مع بداية مشروع آخر للسنوات القادمة؟ لا أعتقد أن الجينات وأن الأجيال ستتوارث وستظل كبيرة وكبيرة جدا للكرة البلجيكية، لأن الكرة البلجيكية كرة ممتعة. أنت ذكرت في بداية البرنامج أن الآن يوجد 14 لاعب من منتخب بلجيكا يصولون ويقولون في الدوريات الأوروبية الكبيرة، وهذا لن تجده في منتخبات كثيرة لها الاسم الكبير وهم أبطال العالم، وأنت تعلم ماذا أقصد بهذا. هذا يدل أن لدينا أجيال عظيمة ولدينا جينات الفوز دائما، لكن سيستمر هذا المشروع وسيستمر أكثر من ذلك، ولدينا أيضا منتخب بلجيكا للناشئين أقوى من منتخب بلجيكا الكبار الحالي، وهو المشروع الذي نتحدث عنه، وهذا لأننا نذهب إلى جميع البلاد في بلجيكا، لا نعتمد فقط على الأسماء الكبيرة، لأنك إذا اعتمدت على الأسماء الكبيرة فقط لن يكون هناك جينات. رأيت أيضا إبراهيموفيتش في منتخب السويد يلعب، هو لديه الآن 42 عام ويلعب ويصول ويقول في السيريا آ في الدوري الإيطالي. هذا ما معناه أن المشروع يجب أن يستمر. أكيد طبعا من خلال كلامك واضح أن المشروع مستمر، منتخب عندكم منتخب حتى المنتخب الثاني قوي جدا، ولكن خلينا أرجع لي طبعا أندرلخت البلجيكي لعبت ليه لسنوات عديدة. من الأرقام اللي قدامي أن أندرلخت كمان صافي أرباح بيع وشراء اللاعبين بلغ 82 مليون يورو، جنت على سبيل المثال 56 مليون يورو وغيره وغيره. النجاحات المالية دي كمان من ضمن المشروع، أن يكون في يعني نجاحات على مستوى الأرباح للاستمرار المشروع، هل ده كمان من جزء لازم الاهتمام به في إقامة مشروع ناجح؟ بالنسبة لإندرلخت، لأن النظام والسيستم في إندرلخت هو من قام بعمل هذا المشروع الكبير، رئيس النادي في إندرلخت والأعضاء لديهم دائما نظرة وتسمى نظرة بعيدة المدى والاستثمارات في النادي، لأن إندرلخت وقطاع الناشئين، وأعلم أنك كنت مدرب في الدوري البلجيكي وتعلم وتعرف جيدا الدوري البلجيكي، لدينا العديد من الناشئين، نعتمد على الناشئين ثم نقوم ببيع هؤلاء الناشئين من أجل ادخار الأموال للنادي، وهذا هو النجاح. أنا بأكد على كلامك لأن كنت موجود في ليرس البلجيكي، معظم الفرق كلها فرق متوسط أعمارها 25-26 سنة، وقطاع تطوير الناشئين وقطاع تطوير الشباب في بلجيكا أنا بتكلم من 2012
كان متميز جدا مع تقدم السنوات، اكيد بنشوف جيل رائع للمنتخب البلجيكي. طيب نروح لطبعا البريمير ليج، واكيد متابعتك للمباراه النهائيه، وكان في دويتو اكتر من رائع ومنافسه شديده جدا على مستوى مباراه ريال مدريد وليفربول. شفت ازاي التحدي الرائع ما بين محمد صلاح وكورتوا، وطبعا التألق الكبير لكورتوا، ورايك في محمد صلاح؟ يجب ان تعلم ان دي بروين وصلاح نتحدث عن اثنين لاعبين مختلفين. بالنسبه لمحمد صلاح، محمد صلاح دعنا نقول عنه اسطوره، اسطوره يصنع الفارق، وهذا ليس حديث. محمد صلاح لاعب كامل متكامل. اما بالنسبه لدي بروين، دي بروين المتعه، المتعه مع الكمال، وهذا ما يجعل دي بروين مختلف عن صلاح. اكيد دي بروين من اللعيبه المميزه جدا، وزي ما انت قلت يمكن اختصاصات محمد صلاح او مميزات مختلفه تماما عن دي بروين. لكن عايز اعرف منك كمان، كان في فتره كان في اللعيب المصري متواجد في الدوري البلجيكي، كابتن احمد حسن على سبيل المثال لعب في اندرلخت، رؤيتك للاعب المصري عامه وامكانيه احترافه في الدوريات الكبرى، واكيد محمد صلاح مثال يحتذي به الجميع يعني. بالنسبة لي معرفة شخصية باللاعب أحمد حسن، لا أعرفه معرفة شخصية لأن الأجيال مختلفة، لكن شهدت بطولة أفريقيا وشهدت منتخب مصر البطولة الأفريقية. لكن بالنسبة لي من وجهة نظري الكرة المصرية مختلفة تماما عن الماضي بالنسبة للبطولات الأفريقية، لأن أعتقد أن الدوري المصري لا يفرز العديد من اللاعبين، وهذا رأيناه في المنتخب المصري في البطولات المختلفة، لأن المنتخب المصري يجب أن يبحث الاتحاد المصري عن لاعبين جدد من أجل أن يقودوا المنتخب في الأيام القادمة. أنا بتفق معاك تماما، لأن طبعا التواصل الأجيال محتاج خطة مدروسة جدا. آخر لويس، آخر سؤال، يعني رأيك إيه في عودة لوكاكو للإنتر بعد رحلة سنة فقط مع تشيلسي؟ بالنسبة لي من وجهة نظري مع الإنتر قام بعمل عظيم وكبير وفاز معهم بالبطولات. المشكلة أن لوكاكو مع تشيلسي لم يظهر إمكانيات كبيرة التي يتحلى بها لوكاكو، لأن لوكاكو غير سعيد في البلوز تشيلسي، وتحدث مع إدارة النادي وتحدث مع كل الأقرباء وكل المقربين منه. وأتمنى إذا ما تم نقل هذه الحلقة في الخارج أن يوافق المدير الرياضي لتشيلسي وأن يترك لوكاكو للإنتر. لويس أوليفيرا طبعا اللاعب المميز وأسطورة أندرلخت البلجيكي ولاعب فرونتينا، طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا لكم، وشكرا وتحية كبيرة لقناة النادي الأهلي وجماهير قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. محمد، تقريبا المشروع البلجيكي بيتكلم على نقط اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها واشتغلوا عليها بشكل كويس. بيتكلم على نقطة مهمة كمان، مش بس الاتحاد هو اللي بيشتغل على ده، كمان الأندية. الأندية لازم تمشي بسياسة إفراز لعيبة موهوبة، الكشف عن لعيبة موهوبة لمساعدة الكرة المصرية، وده اللي يمكن بنلاقيه في النادي الأهلي، ممكن الزمالك، بيراميدز، الأندية كبيرة، ولكن يبقى المحصلة إن الأندية الأخرى كمان لازم تشتغل وبالتوازي مع الخطة الموضوع، وده مهم جدا يعني. مظبوط، مهم دايما تفتش عن اللاعبين. أنا ممكن أقول ملاحظة في الجزئية دي يا كابتن هاني، إن أنا اتفرجت على ماتشات من الدرجة الثانية، واتفرجت على ماتشات فرق اللي لعبت في الكاس من الدرجة الثانية. حسيت إن كواليتي اللعيبة في الدرجة الثانية أفضل من كواليتي اللعيبة في الدوري الممتاز. وده معناه ان اللعيبه بسبب نقص الميزانيات وبسبب ميزانيات قليله في الدرجه الثانيه بيلف ويشوفوا اكتر لعيبه مواهب مختلفه في اماكن مختلفه وفي دوريات اقل وفي فرق اقل، فبيركزوا فبيجيبوا لعيبه عندها مواهب شويه، ما بتدخلش صراع الوكلاء ولا الكلام ده كله. فحسيت يمكن حتى في مباراه الداخليه حسيت ان في كواليتي في لعيبه الداخليه جيده. صحيح جدا. صحيح. مصر للسلوم كان صحيح. عنده لعيبه جيده جدا،
فهنا انا اوقات بحس ان في مشكله شويه في اختيارات اللاعبين. الانديه كمان ما بقاش عندها الكشافين اللي هم بيروحوا المحافظات، بيروحوا الفرق الصغيره يدوروا. كان النادي الاسماعيلي مشهور بحاجه زي دي، ما فيش الكلام ده طبعا. مع تراجع كمان الانديه الشعبيه ده اثر، لكن لو ركزوا شويه مع اللعيبه الصغيره تحت 25 سنه 24 سنه في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، هيلاقوا لعيبه جيده جدا. حضرتك كنا قبل هو كنت ضربت مثل بميروسلاف كلوزا. كلوزا من احسن واهم مهاجمين في العالم، يعني درجه ثالثه الهداف التاريخي لكاس العالم، من درجه ثالثه لما يعني لعب مع حضرتك، كان هو طالع من الدرجه الثالثه الدرجه الثانيه. ده لعيب جيد جدا. في لعيبه كتير جدا بنفس الشكل، وبالتالي احنا لما نلاقي كواليتي لعيبه في الدرجه الثانيه افضل من لعيبه في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز، يبقى هنا في مشكله في اختيارات اللاعبين وفي العين اللي بتشوف اللاعب ومين يصلح ومين ما يصلحش. ده حاجه مهمه. النقطه الثانيه كان اتكلم فيها على ملامح ايه اللي حصل. الاتحاد البلجيكي قعد مع اللاعبين القدامى، ده مهم جدا. هو مين اللي هيطور الكوره؟ هو لاعب كوره ولاعب دولي سابق ولاعب عنده خبرات كبيره جدا. امتى اتحاد الكوره المصري استعان بلاعبين سابقين للاعبين دوليين عندهم مسيره جيده في قبل كده؟ ما حصلش. طيب ليه ما بيحصلش ده؟ احنا ليه مش كل شهر او شهرين او ثلاثه بيحصل تجمع للاعبين الدوليين السابقين، بيتم دعوتهم يجوا يقترحوا افكار، اللي عنده افكار نسمعه، ايه الملامح اللي ممكن نشتغل عليها، كل الكلام ده كله. يعني الاختيارات نفسها يعني ده يعني ما كانش لاعب مصر دولي يحترف هو يقول، مين اللي هيقول؟ ودي برضو من مشاكل الاداره في اتحاد الكره المصري، القوانين او القوانين اللي بيتم بناء عليها اختيار رئيس اتحاد الكره. ودي نقطة أنا معرفش حد اتكلم فيها قبل كده، فكرة المؤهل العالي لشرط الترشح لاتحاد الكرة. لازم يكون في نظر للجزئية دي، لأن في لعيبة جيدة جدا وهي تتكلم في الكرة أفضل من أي حد عندها أفكار. طالما بتتكلم في مشروع، يعني لازم تفتح كل أمانة، لو بتتكلم في مشروع يبقى أنت بتتكلم، دايما بنقول كرة القدم صناعة. بالظبط. طالما بتتكلم في مشروع يبقى لازم المشروع ده محتاج انك تقعد مع ناس متخصصه. بالظبط. والناس المتخصصه كل واحد يقول رايه. بالزبط. كل واحد ليه نقطه معينه شافها، وبالتالي انت بتجمع النقاط ديت عشان تبدا تحط البيز، تحط الارضيه لبناء مشروع. مزبوط. يعني انت لما بتبني عماره بيجيب مهندس. مظبوط. بتقول له والله انا عايز ابني عماره، انت رايك ايه؟ بيديك استراكشر، بيديك يعني خطوات تمشي عليها. بالظبط. انا يعني حبيت اتكلم في الجزئيه دي لان في بعض اللاعبين بيحرجوا، او اللاعبين السابقين الدوليين الكبار بيحرجوا شويه من الجزئيه دي. احنا الارث الثقافي عندنا للاعبين المصريين ان ما دام اللاعب اهتم بالكره فبيكون الاهتمام بالتعليم او بالمؤهل العالي اقل شويه. طيب انا لو عندي شخص ما هو كان قائد لمنتخب مصر وعنده افكار جيده لتطوير الكره المصريه، ما عندوش مؤهل عالي بس يقدر يطورني، لو مش هيترشح لمنصب او اتحاد الكره طب على الاقل خلاص اقدر استفيد منه. لكن شروط الترشح نفسها لازم يكون فيها مراجعه شويه، لان عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين، ولازم نراعي كمان ان الثقافه القديمه في لعيبه الكره ما كانتش بتهتم اكتر بموضوع المؤهلات العليا دي. فحاسس ان هو الشرط نفسه بيعيق تقدم اسماء مهمه في الكره المصريه لانتخابات اتحاد. هو طبعا المشروع زي ما بقول لحضراتكم يعني مشروع كبير جدا، ومشروع دوله مش مشروع اتحاد كوره. كل جهات الدوله لازم يكون عندها هذا الفكر، ان المشروع كره القدم ليس مشروع اتحاد كوره ولكن هو مشروع دوله، لان بنتكلم في يعني مؤسسات كبيره لازم تخش، مش بس تساهم بالمال، لكن لو اتكلمنا قبل ما اخش معاك في الدوري الاوروبي، حتى لو اتكلمنا على منظومه التحكيم، لو بنتكلم على التحكيم على سبيل المثال، هتلاقي معظم حكامنا الموجودين عندهم اعمالهم الخاصه، يعني في ناس بتشتغل في شركات، وبالتالي علشان تطور هذا المدرب، وانا بسال طب هو ما بيتطوروش ليه؟ قال لك ما بيتدربوش كويس. ليه ما بيتدربوش كويس؟ عشان الناس دي بتروح الشغل مثلا من الساعه 9 للساعه 5، ودي حاجه فما عندهمش الوقت. طيب ما عندهمش الوقت، ممكن يوفر وقت. طب هيوفر وقت هيتدرب فين؟ وبالتالي ما عندهمش الآلية وما عندهمش البنية الأساسية من ملاعب. أتكلم حتى على الحكام اللي في المحافظات مش في القاهرة، يعني حتى الحكام اللي في المحافظات ما عندهمش القدرة إن هم، أو ما عندهمش الأرضية الواسعة إنه يقدر يطور نفسه. وبالتالي زي ما بقول هو مشروع مطروح، ولكن هو مشروع مش اتحاد الكرة، مشروع كل الجهات بتساهم فيه بشكل مباشر، لأن زي ما بقول لحضراتكم قطاع كرة القدم في مصر هو القطاع الأهم. دايما بقول الكرة صناعة، والصناعة لازم تهتم بالعلم، والعلم هو دلوقتي السبيل للتطور في الكرة المصرية.
نروح للكرة الأوروبية، نتكلم شوية على دوري طبعا الأمم الأوروبية. رأيك إيه في البطولة عامة قبل ما أكلم معاك في النتائج والفرق؟ يعني أنا مش من المؤيدين للبطولة، البطولة بشكل عام أنا بحس شوية يعني هي ساعدت منتخبات كتير جدا، لكن بحس إنها ضغط كبير جدا على اللاعبين. لوكا مودريتش كان يتكلم في الموضوع ده من فترة، قال إن الويفا ما بيبصش للإجهاد اللي بتعرض ليه اللاعبين. أنا عندي إحساس شوية إن يعني إما إنها لازم تكون مضغوطة بشكل أكبر من كده، أو يكون المنتخبات اللي مش قادرة تشارك ما تشاركش، لأن ده ضغط كبير جدا. خاصة احنا عندنا دلوقتي لسه مخلصين دوري أمم أوروبا ودور الأمم الأوروبية، وبعدين دوريات، وبعدين دوري الأبطال، ثم دوري الأمم الأوروبية، ثم كأس العالم. فاحنا بنتكلم في سنة واحدة اللعيبة لعبت عدد كبير جدا من الماتشات، عدد ضخم جدا من الماتشات والمباريات، أو إنها تكون للصفوف الأقل. يعني أعتقد إنها ممكن تكون أفيد بالنسبة لهم لو السن الأقل 23 سنة 24 سنة تتحدد بسن معين، ده هيكون فرصة جيدة للاعبين. لكن بشكل عام هي ساعدت منتخبات كتير، خاصة المنتخبات اللي هي الصغيرة شوية، يمكن ظهرت وعملت نتائج جيدة، بتديهم احتكاك أكبر، بتساهم بشكل كبير جدا في تطوير اللاعبين. ممكن تكون بعض الناس بيبصوا لها على مستوى الاحتكاك قبل كأس العالم كمان، هو في منتخبات كتيرة واصلة لكأس العالم، منتخبات أوروبية، وبالتالي بيقيس فرقته، ولكن القياس ده ممكن يجي بنتيجة عكسية بالزبط. إن في بعض الفرق يعني ما بتظهرش بمستوى جيد، فبيكون في ضغوط على اللعيبه وعلى المدير الفني، فده كمان رؤيه فيها الايجاب والسلب. يعني الاحتكاك لما بيتم بناء على تواريخ المدير الفني او الاتحاد هو اللي حاططها علشان تكون مناسبه ليه ولاعيبته، غير لما يكون في التزام. في النهايه ده التزام، احنا شفنا المستوى، يعني منتخب انجلترا خسر 4 من المجر، جزء منه يعني اللعيبه بتفكر اكتر في الاجازه، بتفكر اكتر في راحه. منتخب ايطاليا صح، في تراجع في دوريات دوري الانجليزي مثلا، اللعيبه بتخرج بدنيا منه. تعالى انا وانت محمد نتكلم ونشوف يمكن نتائج الجوله الرابعه من بطوله الامم الاوروبيه. في طبعا ايرلندا الشماليه 2-2 مع قبرص، النرويج فازت 3-2 على السويد، مقدونيا الشماليه فازت 4-0 على جبل طارق، جورجيا 0-0 على بلغاريا، سلوفينيا 2-2 مع صربيا، مالطا 1-0 على سان مارينو، اسبانيا فازت 2-0 على التشيك، اليونان 2-0 على كوسوفو، وسويسرا فازت 1-0 على البرتغال. في مباريات تستحق ان احنا نقف عندها بشكل كبير، لان كان فيها مفاجآت، وانا في اعتقادي الشخصي سويسرا ماشيه بشكل اكتر من رائع، فوز على البرتغال والبرتغال كان كامل العدد. طبعا كمان من النتائج اللي حضراتكم شايفينها خساره فرنسا او خروجها للمستوى الثاني في دوري الامم الاوروبيه، خسارتها امام كرواتيا 0-1-0. كمان من النتائج اللي لازم نقف عندها نتكلم على الفريق الدنمارك. فريق الدنمارك فريق قوي جدا جدا، يمكن وصل لعدد انتصارات يفوق ال 32 انتصار على التوالي، بيفوز 2-0 على النمسا، هولندا 3-2 على ويلز، طبعا ويلز مع انتعاشة وصول الكاس العالم، ألمانيا والنتائج الكبيرة، بنتكلم على ألمانيا الفوز الكبير قوي 5-2 على المنتخب الإيطالي، بنتكلم كمان على خسارة إنجلترا على ملعبها 4-0. بص نتائج كبيرة جدا، هاخد يعني نتائج كبيرة، وزي ما بقول عايزك تترجمها لي، هل هي ضغوط على المديرين الفنيين، على سبيل المثال على روبرتو مانشيني، على ساوث جيت والمدرب الفني المدير الفني لانجلترا، شايفها ازاي؟ يعني هي على ساوث جيت ضغوط اكبر من مانشيني خلاص، هم في ايطاليا عارفين ان هو شغال على مشروع فاز بامم اوروبا، صحيح بعد كده ما صعدش كاس عالم، لكن هم عارفين الظروف اللي مروا بيها، وعارفين هو قد ايه قدم للمنتخب. اعتقد مع الوقت النتائج ممكن تحسن. الدوري الايطالي لسه خلصان من وقته قليل جدا، هو بيجرب لعيبه كتير، لكن في انجلترا الضغوط اكبر على ساوث جيت. كمان خساره من المانيا، منتخب المانيا منتخب قوي جدا، مع انجلترا اعتقد ان الضغوط اكبر، لان عدد اللاعبين في انجلترا حاليا المنتخب الاول كبير جدا. المنتخب الانجليزي عنده صفين او ثلاث صفوف تقريبا، عنده 40 لاعب صحيح. يعني اذا حتى احنا هنتكلم عن الاجهاد للمجموعه للصف الاول، فهو عنده صف ثاني وثالث يقدروا يقدموا، كان فرصه لساوث جيت انه يدخل، فرصه ان انت تدخل عناصر من المنتخب كبير جدا، لكن صحيح. هو عشان كده في انتقادات كبيره جدا لساوث جيت، في كلام عن تغييره، كان الكلام على تغييره بعد كاس العالم، وكان اتكلموا على مدرب برايتون يكون بديل ليه.
في كلام دلوقتي من بعد الخساره من المجر ان لا هل يكمل لكاس العالم او لا، ففي انتقادات حتى في كمان دفاع من زملائه السابقين، لكن هو اللي عمل في نفسه كده. انا بشوف ان هو السبب في المشكله اللي حط فيها المنتخب الانجليزي. كان من الافضل ليه ما يخشش بالتشكيله الاساسيه بالظبط، لانه هو هز المنتخب كمان. المنتخب الانجليزي هو يعتبر هو من ابرز المرشحين للفوز بكاس العالم القادمه. الجيل الحالي هو تقريبا افضل نتائج حصلت من كاس العالم 66. الدخول بالشكل ده وبهذا الأداء، المباراة الأولى تعادل ثم خسارة 4 من منتخب زي المجر، بيدي هزة كبيرة جدا. المجر رايح جاي كان النتيجة طبعا هزة كبيرة جدا لمنتخب إنجلترا، فتأثيره سلبي جدا. هنتواصل طبعا معاك على الحديث عن طبعا هذه المباراتين، مباراة إيطاليا والهزيمة 5-2 من ألمانيا وخسارة إنجلترا أمام طبعا المجر 4-0، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، عوده مع نجمنا النهارده طبعا محمد البرمي عشان نتكلم على المانيا والفوز الكبير على ايطاليا 5-2. وكانت مفاجاه بالنسبه لك فوز المنتخب الالماني 5-2 على منتخب ايطاليا؟ 5-5 رقم كبير على ايطاليا. الحاجه الثانيه كمان ان ايطاليا طول الوقت محظوظه على المانيا في المواجهات الرسميه. الألمان مهما كان منتخب بيكون قوي بيجي قدام منتخب إيطاليا وتحصل مفاجأة طول الوقت، ومهما كان مستوى إيطاليا متراجع. لكن في نفس الوقت مش بس الحديث عن الماتش ده، الحديث عن المنتخب الألماني. لسه كابتن بنتكلم على كام مدرب لمنتخب ألمانيا في آخر 20 سنة، مش 30 سنة، آخر 30 سنة. خليني أراجع تاني كمان مع السادة المشاهدين، آخر 32 سنة للمنتخب الألماني 6 مدربين. بيرتي فوكس من 90 ل 98 8 سنين، ريبيك من 98 ل 2000 سنتين، رودي فولر من 2000 ل 2004 4 سنين، كلينسمان من 2004 ل 2006 سنتين، لوف من 2006 ل 2021. دلوقتي طبعا فليك هو طبعا المدير الفني. بتتكلم في اخر 32 سنة 6 مدربين للمنتخب الالماني. في كاس العالم 2018 كان منتخب الالماني وحامل اللقب، خرج من الدور الاول. الدنيا ما تهددش خالص، بالعكس كملوا زي ما هم، رجعوا يبداوا يبنوا تاني مع لوف واشتغلوا بشكل كويس، دخلوا عناصر جديده للمنتخب. ثم لوف انتهى دوره مع امم اوروبا وكان هم جاهزين بفليك. شوف التحول من مدرب لمدرب ودخول جيل جديد على جيل جديد. انت بتتكلم يعني لوف كان شغال مساعد لكلينسمان، يمشي كلينسمان يبقى خلاص ادي الفرصه كمان للراجل اللي اشتغل وعنده خبرات كبيره، اشتغل فترات طويله. لوف اشتغل فتره طويله جدا مع المنتخب. مظبوط، يعني ترتيب وفي في في شغل هم دارسين عارفين بيعملوا ايه، ابتداء من المدربين الالمان في العالم كلهم افضل مدربين حاليا في العالم. شغل نموذج ازاي تدير منظومه رياضيه. عن الماتش بقى، يمكن ايطاليا شويه هتاخد وقت اطول من كده على ما ترجع تاني. يعني من الواضح ان الفوز بامم اوروبا كانت طفره في الاداء مع مانشيني. ايطاليا محتاجه تبني اجيال جديده، لسه بتعاني ايطاليا من الازمات اللي حصل في الدوري وهبوط فرق وتغيير اجيال جديده. يمكن اعتقد انها تاخد وقت اطول، وهم مجددين الثقه في مانشيني، لكن هو محتاج وقت اطول من كده بكتير. يعني صحيح دي هزيمه منتخب المانيا ما تقولش، لكن من قبلها كمان كان في نتائج سلبيه وعدم صعود لكاس عالم. اعتقد ايطاليا محتاجه وقت، لكن هم شغالين برضه في الطريق الصحيح، لان هم بداوا يكونوا منظمين. ابتداء من وجود مانشيني بداوا يكونوا منظمين في ان هم يغيروا الاجيال تباعا. المنتخبات السنيه بقت افضل من كده. هي كمان الكره الايطاليه محتاجه، وبداوا اوريدي مشروع اللي جاي هو المشروع الايطالي. طبعا مانشيني المدير الفني لمنتخب ايطاليا هو حاطط مشروع، يمكن خلال دوري الامم الاوروبيه تقريبا لعب بفرقتين ونص مختلفتين. يعني كل مباراه بيلعب فرقه، مره الفرقه الاساسيه ومره لعب ب 11 او 9 لاعبين من صغار السن، ثم عوده تاني للفريق الاساسي، ثم عوده تاني لاعطاء بعض العناصر الصغيره يمكن 18 19 سنه. هي دي الخطه اللي ماشي عليها المنتخب الايطالي، في امل طبعا العوده تاني لكاس العالم وتالقه. لكن على مستوى المانيا
هانز فليك طبعا المدير الفني الالماني كان سعيد طبعا بهذا الفوز. وتعالوا مع حضراتكم نشوف قال ايه هانز فليك المدير الفني لمنتخب المانيا. تعادلنا في ثلاث مباريات كانت فيها العديد من الأشياء الجيدة والسيئة، وكانت النتيجة جيدة بالطبع لنا وللاعبي المنتخب وللجميع. كانت المباراة مثل اختبار ضغط صغير، لأن الفوز بالمباراة كان مهما جدا لنا. أود أن أوجه إشادة ضخمة للاعبين أو مجرد شكرهم مرة أخرى على الطريقة التي لعبوا بها في المباراة. طبق اللاعبون على أرض الملعب كل ما طلب منهم. أعتقد أن النصر كان أكثر من مستحق لنا، ولذلك فبوسعنا الذهاب للعطلة بإحساس جيد. أعتقد أن هذا ختام جيد لنا جميعا لسلسلة مباريات دور الأمم الأوروبية. ده كان هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا بعد الفوز الكبير على إيطاليا 5-2. لكن نروح نشوف كمان روبرتو مانشيني المدير الفني المنتخب الإيطالي قال إيه. كان أداؤنا جيدا، لكن هناك فارق كبير بين منتخبنا والمنتخب الألماني. لا تسعدني الهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدفين، إلا أن هذا يحدث إذا سارت الأمور بشكل سيء من البداية، وإذا دافعنا بصورة سيئة جدا في البداية أتحنا لهم مساحة كبيرة للحركة على أرض الملعب. أما في الشوط الثاني تكبدنا فيه ثلاثة أهداف، لكن كانت هناك أشياء إيجابية في المباراة حتى لو لم تؤمنوا بذلك. ده كان طبعا روبرتو مانشيني المدير الفني المنتخب الإيطالي، وهو بيتكلم قلت لي مدرب كبير جدا. مدرب كبير جدا طبعا مانشيني، اسم مهم واسم كبير في الكرة وفي التدريب. تجربته مع مانشستر سيتي، تجربته في إيطاليا، تجربته مع منتخب إيطاليا، يعني استلم منتخب إيطاليا تقريبا ما بقاش موجود على الخريطة. عمل منتخب جيد جدا، بيجرب، دخل عناصر جديده جدا، بيبص كويس كمان على العناصر الصغيره، بيقدم لعيبه 18 سنه و20 سنه للمنتخب الايطالي. اعتقد لو فضل مع منتخب ايطاليا واستمر فتره اطول هيقدر يرجع المنتخب الايطالي للمنتخب، لانه مدرب فعلا مدرب كبير جدا. طيب تفتكر عدم الوصول لكاس العالم طبعا في صدمه كبيره جدا جدا كان ليها اثر كبير في الراي العام لي طبعا محب كرة القدم في إيطاليا، وهم أكثرهم إن هم كان عندهم أمل إن هذا بداية جيل جديد مع روبرتو مانشيني اللي قدم أمم أوروبا بشكل أكثر من رائع. يعني هي كانت صدمة كبيرة جدا ومفاجأة كبيرة جدا الخروج من كأس العالم، إن هم ما يصعدوش لكأس العالم. لكن أعتقد والثقة كمان في مانشيني قللت الانتقادات ليه، كان في صدمة موجوده، لكن ده ما اثرش بشكل كبير جدا على مستقبل مانشيني او الانتقادات او انه لازم يمشي والكلام ده كله. احنا زي بنتكلم اذا كان في ثقه في المدير الفني وثقه فيما قدم، وفي كمان حساب بشكل عقلاني بعيدا عن الانتقادات اللي هي الجمهور، يعني بتخلي الجمهور على جانب، لكن انت بتقيم بشكل صحيح وبشكل علمي، هتلاقي ان مانشيني رغم الخطأ هو عامل إنجاز. طيب كبير جدا. الأرقام اللي قدامنا محمد أقف عند رقمين، نسبة الاستحواذ كانت 65 لصالح المنتخب الألماني مقابل 35 للمنتخب الإيطالي. دي صورة مغيرة شوية للي شفناه في اليورو 2020، إن نسبة الاستحواذ بدأ المنتخب الإيطالي، وحتى اتكلمنا إن ما بقاش المنتخب اللي بيدافع بس، لا عنده جزء من التحضير بدأ يعمل كورة شكلها حلو، دي جزئية. لكن الجزء الثاني كمان إن عدد التصويبات رغم الهزيمة 5-2 لكن عدد التصويبات وصل 17 منهم تقريبا 9 ما بين القائم العرض. ده كمان بيقول لك ان في امل على جانب الهجوم، شغالين بشكل مباشر، يعني امل كبير جدا جاي. يعني لولا مانويل نوير موجود في المباراه دي اعتقد النتيجه ما كانتش ابدا هتكون بالشكل ده. نوير عمل تصديات خياليه في المباراه. برجوع لمانشيني الكره نفسها، هو مانشيني مش بس عمل اجيال مختلفه، اعتقد الاجيال القديمه او الاجيال يمكن الشباب اتفرجوا على ايطاليا وشافوا الاجيال صحيح. في عز ما كان موجود اسماء كبيره جدا في منتخب ايطاليا، هو بيلعب كوره واحده ما بتتغيرش، بيعتمد على الدفاع، بيلعب رغم تنوع العناصر الهجوميه. لو بصينا على منتخب ايطاليا في اليورو وفي امم اوروبا او حتى بشكل عام، لا بيلعب كوره هجوميه وفي تنوع في خطط اللعب، وتنوع في الاسماء الهجوميه اللي موجوده. لا في تحول كبير جدا في شخصيه المنتخب الايطالي، مش الدفاع بس وتلعب على طرق لعب. اعتقد ان هو قدر يعمل ده ويعمله
وفي المقابل انت لازم هتعرض للانتقادات يعني. مفيش شك يعني الانتقادات. يبقى نروح طبعا لساوث جيت طبعا المدير الفني لمنتخب انجلترا والهزيمه القاسيه 4-0 امام المنتخب المجري اللي في وجهه نظري كان الحصان الاسود لهذه المجموعه. اول ما قرينا المجموعات وجود طبعا بتتكلم على ايطاليا، بتتكلم على انجلترا، بتتكلم على المجر، وبتتكلم يعني ان المجموعه صعبه جدا، ولكن المجر بيحقق المفاجاه يعني بشكل كبير جدا. مش بس المجر صحيح حقق مفاجاه، بس ده بيخلينا نبص على جانب اخر. حضرتك لسه كنت بتشير مثلا لمنتخب الدنمارك. لو بصينا للصف الثاني من المنتخبات الاوروبيه والمستوى اللي موجود عليه حاليا، لا في مفاجاه كبيره جدا في مستويات المجر، سويسرا، الدنمارك، اوكرانيا في وقت من الاوقات، منتخب ويلز مثلا عنده في المنتخب الصف الثاني في تطور كبير جدا في مستوى المنتخبات الاخرى. فنلندا مثلا طبيعي. عندها منتخب جيد جدا، السويد عندها منتخب صحيح. جيد، ففي تحول كبير جدا في مستويات المنتخبات الثانيه، ما بقاش في الفرق. منها منتخب المجر اللي بيفوز رايح جاي على انجلترا في المجر 1-0 و4-0 في انجلترا. الارقام ان يعني الناس تقول لك عمليه الاستحواذ مهمه، لكن احنا بنشوف دلوقتي استحواذ تقريبا 70-30، ولكن الاستحواذ 30% احرز 4 اهداف. بتتكلم على منتخب المجر عنده 6 تصويبات منهم 5 ما بين القائم والعرض، احرز منها 4. على الجانب الاخر يعني المجر ما لهاش ولا ما جابتش كورنر، وبالتالي الارقام ساعات بتقول لك المنتخب ده رايح فين، انه ممكن جدا تكون عندك نسبه استحواذ عاليه، عندك فرص كتير، ولكن الحقيقه انك ما عندكش انتاج. بالظبط، وده المهم في كره القدم. الحسم والجديه ولا الاستحواذ؟ الاستحواذ لو ما فيش حسم وجديه في التعامل معاه خلاص ملوش لازمه. كان منتخب المجر مثلا عنده جديه كبيره جدا في الملعب، بيلعب بجديه جدا، حاسم جدا في الهجمات اللي بيروح بيها على منتخب انجلترا. في المقابل منتخب انجلترا بيضيع 2-3-4. انا في اخر المباراه مش هقول انا ضيعت 10 اهداف صحيح، والفريق الثاني سجل 4 اهداف، فانا 10-4 لا، انا هقول مين اللي سجل في النهايه. فالحسم المنتخب يبقى حاسم اكتر، هو عارف امكانيات فرقته عامله ازاي، فبيقدر يشتغل عليها بشكل جيد جدا، وده مش عيب يعني، بيحصل في في في, في اماكن في منتخبات كبيره جدا. ريال مدريد امام ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا تقريبا ما شافش الجون غير مرتين، الجول تم الغاء اوفسايد والجول اللي سجله، بينما ليفربول تقريبا كان طول المباراه في منطقه جزاء ريال مدريد. ففي النهايه مين حاسم اكتر هو ده اللي بيتبص عليه. طيب، انت كمنتخب انجلترا ايه اللي ناقص عندك؟ ايه العناصر؟ احنا بنتكلم في 40 لاعب. اللي ناقص في منتخب انجلترا يعني اكتر واحد يقول لنا ساوث جيت طبعا هو اكيد حزين على الهزيمه الكبيره على ارض 4-0 امام المجر. تعالوا مع بعض نشوف قال ايه بعد المباراه. إنها ليلة تمت فيها معاقبتنا، لم نخسر عددا كبيرا من المباريات، لكنك عندما تتكبد هزيمة كبيرة خاصة على أرضك فإنها مؤلمة جدا. إنها ليلة صعبة على كل اللاعبين، وأحس بألمهم لأنني حاولت في المباراتين ضد المجر اختيار تشكيلة متوازنة وأن أمنح العناصر اليافعة الفرصة، لكنني فشلت في تحقيق التوازن الصحيح لمساعدتهم على تقديم الأداء المطلوب في مثل هذا المستوى، فهم بحاجة للفوز بمثل هذه المباريات. جلست هنا مرات متعددة، حطمنا العديد من الأرقام القياسية، لكننا كنا الليلة في الجانب الآخر من هذه الأرقام. إنها بالطبع هزيمة مؤلمة بالفعل، لكنني لا أعتقد أنها ستضر بعقلية هذه المجموعة من اللاعبين، لأننا لم نلعب بقوتنا الكاملة في المباريات التي خسرناها. هذا هو العامل الهام، ندرك أن لدينا عددا كبيرا من اللاعبين الجيدين ولدينا مجموعة كبيرة من المواهب اليافعة المثيرة، لكننا نحتاج لأن نلعب بقوتنا الكاملة للفوز بالمباريات. ده كان رأي طبعا ساوث جيت. تعالوا مع بعض كمان نشوف ماركو روسي الإيطالي المدير الفني لمنتخب المجر قال إيه. حالفنا الحظ في بعض الحالات، ليس بوسعك تحقيق نتيجة مثل هذه إذا لم تكن محظوظا. كنا محظوظين، ولكننا بذلنا أيضا جهدا على أرض الملعب، حاولنا تطبيق الخطة التي وضعناها دون استثناءات، دون أي أنانية، وساعدنا بعضنا البعض، عملنا سويا ولعبنا بروح جماعية. من الصعب جدا على المنتخبات المنافسة الفوز على المنتخب المجري عندما يلعب بصورة جماعية.
طبعا الراجل محترم جدا جدا، يعني راجل كسبان انجلترا في 4-0 على ارضه، كان ممكن جدا يطلع فارد ريشه، واحنا راجل اتكلم بكل واقعيه، قال احنا نكسب 4-0 في انجلترا اكيد كان معانا جزء كبير من الحظ، ده شيء مميز جدا. وكمان محمد كان بيكلمني ان هو مدرب كويس، مدرب واعد على مستوى على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات. مظبوط، مع منتخب المغرب في اوروبا كان عامل اداء كبير جدا، ففوزهم على انجلترا يمكن 4 رقم هو ممكن يكون مفاجاه، لكن الفوز على انجلترا في حد ذاته بالنسبه لهم هم مش مفاجاه، لان هم كمان في اوروبا كانوا عاملين اداء كويس جدا جدا معاه، فاعتقد لو كمل بالشكل ده منتخب المغرب هيكون ليه شكل مختلف. واحنا بنتكلم ان الصف الثاني في اوروبا منتخبات اوروبا لا مستوى مختلف جدا، وما بقاش فيه فوارق كبيره سواء في المواهب او في عدد اللعيبه اللي موجوده في كل منتخب بتلعب في دوريات كبيره، ما بقاش فيه فوارق كبيره، ومع الوقت كمان الفوارق دي هتقل بشكل كبير جدا، وهنشوف اسماء كمان بتفوز بكاس العالم وامم اوروبا مختلفه عن الاسماء اللي تعودنا عليها ايطاليا وفرنسا. خريطة الكرة العالمية بتتغير بشكل كبير جدا. بلجيكا حاليا لسه كنا بنتكلم على بلجيكا ما كانتش موجودة تقريبا. صحيح. النهاردة منتخب من أفضل المنتخبات في العالم. حتى المنتخب الكرواتي منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم. كمان منتخبات سويسرا على سبيل المثال، كمان المنتخب السويسري بيحقق نجاحات كبيرة جدا على مستوى الأوروبي. تعالى أنا وأنت نروح بقى للماركاتو. نروح طبعا الترانسفير ويندو، وعايزين نبدأ بمبابي. مبابي كل الناس بما فيهم كل وسائل الاعلام كانت خلاص في اللحظات الاخيره بتقول خلاص مبابي في ريال مدريد حلم حياته، طفل بيحلم منذ سنوات للانتقال لريال مدريد، وإذ فجأة كان مبابي بيعلن بقائه في البي اس جي. يعني هي كانت مفاجأة للعالم. مفاجأة ليه هو نفسه. مفاجأة ليه هو شخصيا. يعني مفاجأة ليه، بس انا اعتقد ان المشكله الاكبر كانت في ريال مدريد مش في مبابي، لان ريال مدريد تحديدا بريس في الانتقالات بيكون حاسم جدا وراجل واضح جدا، وممكن دايما متعودين ان بريس من اكتر حد افضل حد بيعمل صفقات تقريبا في العالم كله. فكره ان انا اتفق مع لاعب زي مبابي ما اوقعش معاه اي عقود مبدئيه او اي اتفاقات او اي حاجه، فاعتقد دي شويه يعني من الاخطاء القليله اللي ممكن بريس يقع فيها. روديجير مثلا مع تشيلسي بعد في الست شهور الاخيره كان اتفق معاه وخلص كل حاجه خلاص. يعني الحاجه الثانيه، انا حسيت شويه ان مبابي استغل اسم ريال مدريد واستغل المطالبه الكبيره بيه في باريس سان جيرمان انه يكون موجود، ان هو يحقق اكبر مكاسب ممكنه، هو في نفس الوقت طيب. صغير في السن، فثلاث مواسم كمان في باريس سان جيرمان هيفضل لسه صغير في السن. السن لعب دوره 23 سنه لسه الطريق قدامه، لكن بيريز كمان كان شيء من الاستياء طبعا. بيريز كان متوقع كجميع الناس ان هتكون صفقه كبيره جدا وفقا لما قاله مبابي نفسه ومقالته، وتعاقدات ريال مدريد كانت متوقفة كمان على وجود مبابي، لكن كانت صدمة كبيرة لبريز. تعال نشوف بريز قال إيه عن بقاء طبعا مبابي في البي اس جي. لا ليس الآن، مبابي هذا ليس مبابي، الأشياء يمكن أن تتغير، ولكن اللاعب الذي يرفض القيام بعمل رعاية مع فريقه الوطني لا أريد ذلك، ربما كانت مجرد هفوة، لقد كان مرتبكا، لا يزال صغيرا جدا، أتمنى له الآن كل التوفيق. ليس لدي أي شيء ضده، لكنني أعتقد أنه كان لديه حلم، لكن في بعض الأحيان يحلمون بذلك والأشياء تتحقق. لقد كان ذلك حلمه أن يلعب هنا منذ أن كان طفلا، يمكنني أن أقول لك هذه الحقيقة. لقد أرسل لي رسالة للتو وأجبته فقط، أتمنى له التوفيق في مرحلته الجديدة، لكن في تلك اللحظة لم يعد مثيرا للاهتمام، وهي رسالة لم تكن مثيرة للاهتمام، لأنه كما قلت لا يوجد لاعب في تاريخ ريال مدريد كان أعلى من زملائه في الفريق. يمكن للاعب أن يكون أفضل أو أسوأ، لكن هذه لعبة جماعية يلعب فيها الجميع من أجل الجميع. لم يكن علينا أن نصنع أي شيء استثنائي قد يعرض الفريق للخطر. طبعا بيريز تصريحات قوية جدا على مستوى طبعا الشخصي، قال أنا متأكد أنه كان حلمه، وهو طلع وقال إن بيتكلم على مبابي، حلمه أنه كان
هيكون في ريال مدريد، ولكن بيقول الأمور بتتغير والأشياء بتتغير. هل بيقصد الأشياء بتتغير؟ وكان ليه تصريح خارج يعني خارج النطاق كده انا قريته له، انه قال لك امبابي ما قعدش علشان الفلوس، امبابي قعد بضغوط على مستوى رئاسه الجمهوريه او رئاسه فرنسا على الرئيس الفرنسي او يعني رئيس الوزراء الفرنسي بوجوده كمان في فرنسا، لان كمان مشروع بالنسبه لهم وجود امبابي في فرنسا بالنسبه للدوري الفرنسي كمان بيكون في عائد مادي كبير. انت شايف امبابي هل تخلى عن حلمه؟ هل بيريز بالتصريحات ديت بيقفل الباب في المستقبل لي يعني للانتقال امبابي لريال مدريد؟ يعني هو كان فعلا في ضغوط على امبابي، يعني الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه اتكلم على اهميه بقاء امبابي في باريس سان جيرمان او بقائه في الدوري الفرنسي كسلعه وكصناعه في الدوري الفرنسي، كان شايف ان ده مهم جدا. لكن هي فكره الضغوط نفسها اعتقد مش هي العامل الاساسي، هي فكره كمان التفاوض مع المبالغ الماليه اللي هتدفع لمبابي خلال فتره وجوده، ان هو يكون جزء من مشروع، ان هو يكون صاحب القرارات. لسه بنتكلم ان المدرب الموجود هيمشي لان مبابي مثلا مش عايزه، فكره تغيير ليوناردو مشي لان مبابي مش عايزه. فاعتقد ان كل الصلاحيات دي هتعطى للاعب بالشكل ده، فاعتقد انها ممكن تخليه يغير رايه بشكل كبير جدا. ورغم كلام بريز ان هو ما قفلش اول باب امام مبابي، لكن اعتقد ان ريال مدريد مش هينسى اللي عمله مبابي، لان فكره كمان رفض ريال مدريد، ريال مدريد طبعا طول الوقت او كنادي او جماهير عندهم عاليه احنا لا نرفض نادي ريال مدريد، ما ينفعش انت ما تقول لا. هو قالها بطريقه غير مباشره ان عمر هذا النادي ما يكون لعيب اكبر من النادي، او ما بين قوسين كده ما فيش لعيب يشترط على النادي. فمش هينسوا طيب عايزين نروح انا وانت بقى الانتقال تاني، وكان ساديو ماني طبعا انتقاله الى البوندسليغا، وانتقال ساديو ماني من ليفربول. هل خلاص الصفقة انتهت تماما أم لسه في بعض المشاكل في انتقال ساديو ماني؟ يعني أعتقد المبالغ المالية اللي طلبها ليفربول لسه ما وصلوش لاتفاق ليها. كمان هم ما وصلوش مع برشلونة لاتفاق حوالين انتقال ليفاندوفسكي، عشان الاثنين عايزين يوصلوا لمبلغ معين، 40 من 40 ل 50. يعني هو كمان رابط وجود ساديو ماني بانتقال ليفاندوفسكي. بالظبط هو المبلغ اللي تقريبا هيتحصل عليه من برشلونة نظير بيع ليفاندوفسكي هو المبلغ اللي هيدفع ليفربول، لان تقريبا المبلغ المطلوب هنا والمبلغ المطلوب هنا زي بعض. لكن اعتقد ان هو هتكون فرصه جيده لساديو ماني في الدوري الالماني، لكن لا اعتقد يعني ان هو كبديل لليفاندوفسكي هيكون بديل جيد. لو شفنا عدد الاهداف اللي بيسجلها ماني سنويا مقارنه بعدد الاهداف اللي بيسجلها ليفاندوفسكي سنويا، عدد كفايه في فرق كبير جدا، اضافه للمركز كمان مختلف. يعني ثم هم بياخدوه كبديل، مش واخدينه كجناح، لان الاجنحه في بايرن ميونخ موجوده، هم بياخدوه بديل لليفاندوفسكي كراس حربه زي ما كان بيلعب في ليفربول في المباراه الاخيره. اعتقد اذا كان لعبه في المركز ده هيكون شويه محل شك، لكن هو اضافه كبيره جدا لبايرن ميونخ، وكمان هتبقى فرصه جيده ليه هو، لان ماني حابب يكون نجم الفريق وهو الاساس بتاع المشروع. طيب انت لسه بتقول ليفا وانتقاله لبرشلونه، لسه العرض الجديد واصل دلوقتي 32 مليون زائد 5 مليون اضافات، ده العرض اللي واصل العرض الثالث لليفا لانتقال لبرشلونه. يعني ممكن يكون في عرض ثالث، اعتقد العرض ده هيرفض، ممكن يكون في عرض ثالث في كلام على الظهير الامريكي ديست من برشلونه كمان يدخل الصفقه. برشلونه لسه بيحاول يحسن. ليفا مخيفه برضه، مخيفه جدا، يعني انا عشان كده بقول ان هو لا يقارن بماني. اذا انت جايب ماني فعلا كبديل لليفاندوفسكي فمش هيقدر يقوم بالدور ده، لانه مش هيقدر يسجل عدد الاهداف اللي بيسجلها ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي خروجه حتى اذا ماني قدم الاضافه لهجوم بايرن ميونخ فمش هيقدمها ابدا بالشكل اللي بيقدمه ليفاندوفسكي ليها. انت بتتكلم انت بتدخل الموسم ضامن ان انت عندك لاعب واحد هيجيب من 30 ل 40 هدف. يعني ارقام كبيره جدا. ماني معدلاته التهديفيه اقل من كده بكتير، سواء هو بيلعب على الطرفين او بيلعب كراس حرب. فاعتقد شويه هيكون في تاثير على بايرن ميونخ في الجزئيه دي. طيب كنا بنتكلم على اثنين كبار، نجوم كبار، بنتكلم على ساديو ماني، بتتكلم على ليفا، لكن نكونو ده لاعب مميز جدا في البوندسليغا، وفي تقارير بتقول ان كمان ليفربول يعني مهتمه جدا بهذا اللاعب وقريب من الانتقال للبريمير ليج. شايف ده ازاي؟ وشايف هل
ده تعويض لساديو ماني، انتقال ساديو ماني. يعني هو نكونه كلاعب، هو نكون لاعب جيد جدا يعني، بس لكن فكره انتقاله ليفربول او انتقاله الحالي لسه يعني مسار شك شويه، لان ليفربول النهارده بيتكلموا على ان هم يقفلوا سوق الانتقالات بضم الظهير الاسكتلندي، الظهير الايمن الاسكتلندي مع كارفاليو مع نونيز، فبيتكلموا على قفل سوق الانتقالات بالشكل ده. طبعا كل شيء وارد، لسه موسم الانتقالات كبير، لكن نكونه كلاعب هو لاعب جيد جدا جدا، امكانياته كبيره جدا، قدم موسم هايل مع لايبزيج، فاعتقد وجوده في ليفربول هيبقى مكسب كبير جدا اذا ده حصل، حصل فعلا وانضم لليفربول. كنت بتكلم انا قبل الهوا بنتكلم كمان ان عمليه الترانسفير كمان بيكون ليها استعداداتها الكبيره. بتكلم عن ليفربول عنده متوسط اعمار الناس اللي جابها بتتكلم في 20 سنه و 21 سنه على الماكسيمم يعني، فاشرح كمان ده للناس، لان الناس فاهمه لعيب كويس بيظهر فبجيبه، لا ده بيكون ليه قياسات ومواصفات خاصه. يعني نونيز مثلا صفقه يمكن كان في لسه انتقادات لكلوب، ليه انت دفعت 100 مليون؟ انت كنت تنتقد مثلا بوجبا، انتقال بوجبا لبرشلونه ب 100 مليون، لكن في ليفربول مثلا التعاقد مع نونيز هم سالوا عليه كويس جدا، شافوه في الميريا وكان في كلام وقتها هو موجود في الميريا ان هو يجي ليفربول والصفقه ما تمتش، كان في كلام من برشلونه انتظروا لما راح لبنفيكا تابعوه بشكل كويس جدا. يعني درجه ما سالوا لعيبه ليفربول او اللي واجهوه، فان دايك ليه تصريح شهير لما اتسال على مين المهاجمين اللي تعبوه كان بيتكلم على نونيز، وقبلها ما كانش في كلام على نونيز وانتقاله. ففكره المتابعه طول الوقت انت بتتابع لاعبين جدا. الفكره كمان التعاقد او دفع مبلغ مالي هو بيبص لها من منطلق ان انا هجدد لساديو ماني مثلا، انا هجدد لساديو ماني على 3 مواسم اقصى حاجه ممكن يديها لي 3 مواسم صحيح. عايز ياخد 400 الف استرليني، فبيشوف 400 الف استرليني في الاسبوع ده معنى ذلك ان الموسم ممكن يقف على 15 او 20 مليون استرليني في 3 مواسم ب 60 مليون استرليني. طب ما انا اخد ال 60 مليون استرليني دول عليهم 5 مليون استرليني واتعاقد مع لاعب زي نونيز صغير. عنده قدره على التطور، عنده 22 سنه و6 سنين، فبدل ما انا دفعت في ماني 3 سنين 3 مواسم وفي ده مسار شك، اخد ال 60 مليون دول واجيب لاعب يقدر يديني 6 سنين كاملين. فلو جينا نبص لها نلاقي ليفربول اصلا بعد 6 سنين كمان هيجيب له مبلغ كبير، لانه بالظبط وبعد 6 سنين هيجيب مبلغ. ونونيز تحديدا هو الناقص في ليفربول او القطعه الناقصه في ليفربول في خط هجوم ليفربول. طبعا انت بتتكلم على اختيارات يورجن كلوب اللي انت شايف انه من خلال عينين بالزبط. من خلال السكاوتنج اللي شغال بيه بيجيب صفقات زي دياز مثلا. دياز طبعا انت يعني شايف في نص موسم. نعم في نص موسم. كارفاليو كمان يعني كارفاليو لاعب 16 سنه من فولهام، هم رفضوا يودوه اعاره تاني لفولهام، كارفاليو هيكون مفاجاه كبيره صحيح. جدا مع يورجن كلوب احنا 17 طبعاً سنه. لعيب ريال مدريد كمان مطروح على ليفربول، شايف انه يعني مع اعتقد هو يورجن كلوب ولا لا؟ ما اعتقدش انه هيبقى مناسب، ما عندوش الحده بتاعه. لعيب كويس طبعا، لعيب كويس جدا جدا، ما عندوش الحده. احنا شفنا الكانتارا اخذ موسم عشان يوصل للحده او الطريقه اللي بيلعب بيها ليفربول. اعتقد ان اسينسيو هيروح ميلان، في كلام مع ميلان، واعتقد هو مناسب جدا لايسي ميلان. انت شايف اسينسيو افضل لميلان وخاصه ان ميلان هيلعب دوري الابطال بالظبط يعني. انا شايف ان هو مناسب جدا لميلان ومناسب لطريقه لعب ميلان، وهو امكانياته قويه جدا، هو لعيب جيد جدا جدا. الاصابات شويه اثرت عليه، لكن صحيح. هو مناسب اكتر لميلان، مش مناسب للدوري الانجليزي ومش مناسب لليفربول. صحيح. محمد بنشكرك، شكرا جزيلا كالعاده، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك كابتن، شكرا جدا، مبسوط ان كنت معاكم النهارده. شكرا جدا كابتن. نتكلم على الترانسفير بعد الفاصل كمان، نعرف ازاي الانديه دي بتختار، هل اللعيب دوت بس عشان لعيب كويس نقدر نجيبه، ده بالجانب الفني، هل غالي جدا نقدر نجيبه، لكن على مستوى الانديه الكبيره هل اللعيب دوت هيخش معانا في الترس، هل امكانياته الفنيه تمشي مع مؤهلات وامكانيات الفريق، هل التركيبه هتبقى متكامله، هو ده اللي هنعرفه بعد الفاصل من ناقدنا الرياضي والمحلل العالمي محمد الباز، انتظرونا.